استقبل سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجيه اليوم سعادة السيد كولين بروكس كبير المفوضين الفنيين بلجنه العلاقات الخارجيه في مجلس الشيوخ بالولايات المتحده الامريكيه الصديقه وذلك بمناسبه زيارته لمملكه البحرين للمشاركه في اعمال الدوره الثامنه عشر لمؤتمر حوار المنامه. وجرى خلال اللقاء بحث مسارات علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية صديقة وما تشهده هذه العلاقات الثنائية من تميز على مختلف المستويات وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك